يلا كبير بسرعة. دا صح. الله أكبر. متجر عزيز لبيع الكوينز مضمون وآمن من الباند بنسبة 100%. تقدر تشحن حسابك إلى 15 مليون مرة واحدة بدون أي مشاكل. يقبل تحويل بنكي لجميع البنوك السعودية. وأيضا المتجر معتمد ومسجل لدى وزارة التجارة. كل التفاصيل تحصلونها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في الحلقة الحاسمة. 6 فوز تعادلين ولا خسارة، باقي لنا مبارتين أفوز في واحدة بس في واحدة فيه بس أفوز إن شاء الله أتوج بلقب ديفيجن 1. يصير من بعد 41 حلقة. يا رب يا كريم يا فتاح يا عليم إنك توفقني في المباراة القادمة. مشكلتنا مثل ما هي بصورة اللاعبين تغيرت، يعني ما أدري صراحة، حسيت يعني آلن صار فخم بعد ما تغير صورته للأمانة يا جماعة الخير. على أي حال هنخش المباراة طيب ولازم نفوز في الديفيجن. بعد ما نخلص بإذن واحد أحد راح نبيع التشكيلة كاملة، سواء فزنا بالديفيجن أو ما فزنا راح نبيع التشكيلة كاملة كلهم وننتقل إلى تشكيلة جديدة. أنا الحقيقة يا إخوان ودي في الماني، أهم شيء نحصل تشكيلة خامة وما يكون سعرها مرة مرتفع، يعني تكون فوق طاقتنا. على أي حال يا جماعة الخير زر اللايك يا عيال بداية المقطع. أقول لكم ليش رايكم في تصويتين؟ توقعون اني اجيب الديفيجن ولا اخسر؟ صوت من تكفى انك تصوت الان قبل ما نخش الديفيجن. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركه الله، ليتس جو. يلا اتصال اخضر، اسمه باكس جيجز. اوكي واضح انه اجنبي لكن اتصال اخضر، غريبه. ما ادري ايش اقول لكم يا شباب لكن تشكيلته ممتازه جدا. ايوه صور هذا، صرت زلاتان غيروها يا ولد، يا اخي الله يا لب زلاتان. على العموم طبعا شوف التوتر يا شباب، كنت بروح اتغير التشكيله قمت ضغطت على ستارت مره ثانيه، يعني ضيعنا وقت. بسم الله على بركه الله نبدا. لسكو رونالدينو، يلا اركن اركن اركن. ايوه صور صور يا رونالدينو، امتعني يا شيخ، امتعني يا رونالدينو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. جاز جاز روح زيه خلي ماي شوت كبير. الله يا فيفيان، الله الله الله. يلا يلا يا سلام. الله 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 يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، وتحيتم لازم. يا سلام يا الساحر، يا حبيبي يا قلبي يا عمري. لا 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 بيا، المشكلة ما بتكلم، أنا ما غطيت، ما دفعت كويس. كبير يا فيفيان، أمسك. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، فجأة صار خطير الولد. طيب يا جماعة الخير، 4 شوتات، 3 منها على المرمى، عندنا 3 أقوال، هو شات 7 مرات قاعد يشوت. حنا أفضل بس اللهم نمسك كورة عليه ونروق ونهدي، ما يبغلنا ولا أي شيء ثاني، وبس اللهم ندخل لوزانو. وينك يا لوزانو؟ تعال يا لوزانو. يا عيني أحمد موسى، حط. لا سهلة يا أخي، من لمسة يا أبو زلاتان. لا شوت، يا سلام يا فيفيان، خلاص يا مسلم. يا اخي ذا اللاعب والله يربكم الدفاعات، كبير ابو كل. روح يا سلام عليك يا حلو يا شيخ، خلاص انهي المباراة يا رونالدينو، حرام شوت برجلك اصلا اساسية هدف. وين يا الطيب؟
السلام. ايوه ايوه ختمها ختمها مسك يا حبيبي. الله يا الساحر هذا الجول يا شيخ. ليتس جو. يا سلام يا الله اكبر الله خيرت رونالدينو سجل الأربع الأجوال كلها يا شيخ. يمين بالله يا أسطورة. يا عيني رونالدينو الله أكبر. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. والله برضو مليان ما قصر. الله أكبر. 15,000 يا أخي. بعد ما ذبحنا نفسنا يا أخي مفترض يسودون الجوائز حقت. يو بس نبغى نشوف. ووب. الله أكبر. جميعا بلا اي استثناء. اولا نبدا بفيفيان. اشتريناه ب 22 كم سعره الان؟ او ارتفع سعره ممتاز. طيب كل اللي اخذناه ب 59 كم سعرها الان؟ نزل سعره. لكن روح يا ولد. الكساندرو صراحه ظهير الارض انا 67. اوه والله نقص. اوكي الله يا اخي دائما لما ابيع ابيع بخساره حظ سيء. والله ما تودي من 21 الى 12 نزل 10,000 يا اخي. يا الله الين يا جماعه الخير كانتي الرخيص كان ب 23 الان والله ارتفع سعره الان. يلا كويس. طبعا بيلي ما ينباع ها. اوه فالنسيا يا اخوان ظهير الارض كان ب 29 الان اصبح ب 15. يا والله خسرنا كل اللعيبه كلهم. ويليان يلا ويليان ودي ويليان. طبعا حتى لوزانو بنسريلو يا اخوان. والله لوزانو مرتفع يا. اوف 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 اوف, أوف, أوف. يا عيال لوزانو والله مرتفع مره. خليهم يبيع والله يا عيال. لاعب لاعب والله مرتفع يا ولد. شاريه 28 شوف الان كم سعره. والله مرتفع مره مره مره. خل لوزانو. اوكي نينجولان لازم نبيع. خل لوزانو نينجولان اشتريناه ب 100,000 الان شوف كم سعره. شوف انا اقول نبيع لوزانو خلاص يعني جربنا اللاعب استهلكناه بما فيه الكفايه صراحه. والله نبيع لوزانو خلاص. على اي حال يا جماعه الخير ممكن هذه التشكيله راح نسويها في الحلقه القادمه. اوكي لين نبيعون اللعيبه الان احنا عارضينهم للبيع. انا كذا مقتنع بكم عنصر. اذا عندكم اي اضافات او اي تعديلات او اي اقتراحات اكتبوا لي تحت في التعليقات. واذا عندك تشكيله مناسبه للفلوس اللي راح تطلع معنا بعد ما نبيع بعد ما نبيعون اتوقع انه بيجينا 100,000 حاجه زي كذا يعني حيصير عندنا 200. يقول عندنا 200 هل نقدر نجيب ذول ب 200؟ ما ادري. اوكي عموما سوي لي اي تشكيله ب 200,000 ممكن ترسل لي اياها في تويتر واشوفها واخذ منكم اقتراحات او تكتب لي تحت في مكان التعليقات. على العموم لا تنسون تضغطون زر اللايك وتتابعون حساباتي تحت تشترك اذا ما كنت تشترك في القناه. نراكم على الف خير في امان الله. طبعا لازم نغير التشكيله عشان تحدي جديد اما نقعد على الايطاليه ذي والله ما